السيد عبد المقصود عسكر بصفته عامل حصل على 236,056. محمد عبد الحميد الفي 82,175. 82,175. اللي بعده محمد مدحت مشعل 117,122. يبقى الفايز السيد عبد المقصود عسكر، والإعادة بين محمد عبد الحميد الفي ومحمد مدحت مشعل. محمد جلال احمد ابو ريه 6,137. علي احمد مصطفى الشرشابي 5,307. احمد فؤاد محمد الطويل 2,108. ابراهيم عبد السلام عواره 12,461. مصطفى محمد هلال 5,550. احمد محمد احمد القلح 36,075. محمد ابو الفتوح شحاته 1,251. السيد عبد الحميد السيد ابو غالي 12,875. صهيب مصطفى كمال محمد مصطفى 6,314. ناصر عبد الرحمن محمد سويلم 8,021. احمد موسى احمد خاطر 3,164. محمد عبد الفتاح حمزه 2,462. علاء لطفي حسن غنيم 3,556. السيد عبد المقصود محمد عسكر 236,056. عماد الدين عبد الحليم البلتاجي 6,325. محمد توحيد شعبان عطيه 1,534. شمس احمد احمد الورشي 1,665. حلم يوسف محمد تركي 1,254. مندوق عبد الغفار السيد عوض